هذا أفضل شيء في ليل الشتاء، مشروب دافئ والاسترخاء على هذه الأريكة المريحة. الحمد لله. كيف انكسرت هذه الأريكة؟ يبدو أن الخشب قد تآكل. ظهري يؤلمني بشدة. هذه أنت نملة آكلة الخشب؟ وضح كل شيء. أنت السبب في سقوطي وتحطم أريكتي. سوف تدفعين الثمن. لا أستطيع النهوض. عندما أقف بين يدي الله سوف أكون أضعف حالا من وقفتك على إصبعي. اذهبي لحال سبيلك، لقد سامحتك. تريدين استكمال عشائك؟ تفضلي، ليس لك ذنب فيما حدث لي. تذكرينني بدابة الأرض التي دخلت محراب النبي سليمان عليه السلام وكشفت سرا خطيرا من أسرار الكون. هل تعرفين قصتها؟ الشغالات. نحن نحفر 20 نفقا متوازيا تحت الأرض. هناك 600,000 نملة ستمر من هنا. أسرع. أمرك يا حضرة الرئيسة. هل اختبرتن مكانة الطريق؟ لقد وضعنا كمية زائدة من اللعاب على الرمل فأصبح في قوة الحجارة. ونظام التهوية. يكفي 10 ملايين نملة. عظيم عظيم. ما هذا الدبيب؟ هل وصلت 600,000 نملة؟ لا، الصوت أقوى. يبدو أنه واحد من البشر يتحرك فوق الأرض. حسناً، هذا أفضل اختبار لمتانة الأنفاق. هيا نكمل العمل، أضعنا وقتاً طويلاً في الكلام. ما أجمل الاسترخاء والراحة. لماذا تروح وتجيء يا رجل؟ إنني أفكر. في أي شيء؟ ما هو العمل المناسب لي؟ أنت فشلت في كل الأعمال. كيف لمثلي أن يجد عملا إذا كان الجن يأخذ فرصتنا ويعمل في خدمة الملك سليمان؟ دعك من التفكير وتناول معنا الطعام. ناولني قليلا من الملح. ما هذا؟ هل هذا شيء يؤكل؟ يا فارسية، كيف تأكلين شيئا لا تعرفينه؟ كنت أريد التجربة. لقد وصل الطبيب. ماذا أكلت في الصباح؟ قطعة من ذرة ملح. هذا أمر خطير، لماذا أكلت من الملح؟ أردت أن أذوق شيئا جديدا غير الخشب. أسأت التصرف يا ابنتي، أنت نملة قارضة، طعامك هو الخشب. كيف تتحمل معدتي الخشب ولا تتحمل الملح؟ لأن بداخلها بكتيريا تمكنها من هضم الخشب. ما هي البكتيريا؟ البكتيريا كائنات دقيقة لكننا لا نراها لصغر حجمها، تماما مثلما ينظر الإنسان أسفل قدميه فلا يرانا نحن النمل. الإنسان؟ تقصد المخلوق العظيم الذي كرمه الله تعالى بالعقل؟ بالتأكيد هو يفكر في أمور عظيمة مثله. ليس دائما، المهم الآن أن ترتاحي ولا تعودي لأكل شيء إلا الخشب، الخشب وحده يا فارسية.
أعد لكم مشروبا ساخنا. انظر إلى ظل النار على الحائط، إنها مخيفة. نعم، كأنها صور للجن. هل رأيت جنا من قبل؟ لي أصحاب رأوا الجن بأعينهم. هم كاذبون، فالجن معزولون عن البشر، ولا يراهم إلا نبي الله سليمان الحكيم. أصحابي ليسوا بكذابين، وقد حكوا لي أشياء عجيبة. ماذا قالوا؟ قالوا إن الجن يعرف الغيب. ما هذا الكلام الفارغ؟ لا يعرف الغيب إلا الله. ليس لنا شأن بهم. إننا نحن النمل الصغير نعرف بفطرتنا أن الله وحده هو عالم الغيب، فكيف لا يدرك البشر هذه الحقيقة البسيطة؟ توقفوا عن أحاديث الجن، لقد أصابني الخوف. وأنا أريد أن أنام. وأنا أيضا. أسرعوا! أسرعوا! انتظروني! بنظام! اهبطوا إلى الأنفاق السفلية بنظام! هذا أمر لا يمكن السكوت عليه! هيا يا فارسي! إنه الجن الذي فعل ذلك! غضب علينا وأحرق بيتنا! بما يقوله البشر. دعك من هذه الثرثرة، لو اكتشف سيدنا سليمان أننا توقفنا عن العمل لعذبنا. سمعت أن البشر يعتقدون أننا نعرف الغيب. يا له من أمر مضحك. لعلنا نعرف الغيب دون أن نعرف أننا نعرف. ما هذا الكلام الغامض؟ أقصد ربما يعرف أمراء الجن الغيب. جائز، محتمل. غصت في الماء واحضرت الآلع والمرجان لتزيين التماثيل. قل لي يا جني البحر، هل تعرف الغيب مثل أمراء الجن؟ لست أقل من أحد، ما داموا هم يعرفون فأنا أيضا أعرف. سأذهب للغطس، لا تعطلوني عن العمل. سمعتم بأمر الحريق في الكوخ القديم؟ نعم، يقولون إن الجن كان يسكن في هذا الكوخ، وعندما أزعجه العمال غضب عليهم وأحرق المكان. هكذا يفكر الإنسان الذي اختصه الله بالعقل؟ أمر غريب، يجب أن أصحح هذه الأفكار. كيف يا فارسي؟ أنت مجرد نملة قارضة. هذه هي المشكلة. السماء تمطر، هيا بنا نختبئ خلف هذه الخيمة. يا لها من أمطار شديدة، كأنما السماء تبكي. بل سنبكي نحن إذا لم نجد مكانا لنحتمي فيه. هذا البناء شديد الإحكام، ليس فيه أي تجويف لندخل منه. نقرض الحائط. محال، إنه من الذهب وهي مادة صلبة، لا نستطيع أن نقرضها. حوائط من الذهب؟ لمن هذا البناء؟ هذا لا يعنينا، المهم أن نجد طريقة للدخول وإلا هلكنا غرقا. معك حق. نتسلق الجدار وندخل من تحت إطار النافذة. إذا سقطنا سنموت في هذه البحيرة، وإذا بقينا هنا سنموت أيضا. لا مفر من المحاولة. انتظروا، إنه محراب النبي سليمان عليه السلام. هل أنت متأكدة؟ نعم،
نعم، هو يجلس هناك مستندا على عصاه، ربما يصلي أو يتأمل في خلوته. كم هو جميل ومهيب، هل نستأذنه في الدخول؟ هل جننتي؟ نحن نمل وهذا مكان للصلاة. انظروا، أشعة الشمس تدخل المحراب. الحمد لله توقف المطر، هيا بنا نعود. انتظروني. يا إلهي، سقطت فارسية، هل نتركها؟ وماذا بوسعنا أن نفعل؟ نحاول إنقاذها. سنهلك معها، ليست فارسية أول نملة تسقط في الطريق، هذا أمر الله. أين أنا؟ أدركت دابة الأرض أنها سقطت في محراب النبي الكريم سليمان عليه السلام، واقتربت منه في حذر. السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. أنا يا سيدي نملة، وقعت هنا خطأ، أرجو معذرتك. لو قلت لي أين الباب سأخرج. يبدو أنه مشغول في صلاته. كيف أخرج من هذا المكان؟ إن كل شيء هنا من الذهب أو الفضة أو الرخام النادر، كلها أشياء لا تؤكل ولا قيمة لها بالنسبة إلي. لمحت دبة الأرض عصا النبي الكريم، كانت هي الشاء الوحيدة المصنوعة من الخشب في المحراب، وهي تكاد أن تهلك من الجوع. سيدي سليمان الملك، أنا جائعة وقد جاء ميعاد غدائي ولم أفطر، وليس في الحجرة كلها أي قطعة من الخشب غير عصاك، ماذا أفعل؟ ليس من الأدب أن آكل عصا تخص نبي الله سليمان الحكيم. سأتحمل الجوع يوما آخر. ظل سيدنا سليمان صامتا، وانقضى الليل وجاء الصباح والنبي الكريم لا يتحرك. سأموت، بل الموت أرحم من هذا العذاب. ماذا؟ الموت؟ أيكون سيدي؟ إن بياض شفتيه النبيلتين وشحوب وجهه الكريم وصمته الساكن المروع أشياء تعني أنه ميت. صلت دابة الأرض صلاة طويلة كما علمها الله كيف تصلي وتسبح. عليك الصلاة والسلام أيها النبي الكريم، تبت حيا وميتا. ثم اقتربت من العصا، فهي رزق ساقه الله إليها. إياك أن تتوقف لحظة، وإلا ربطك سيدنا سليمان بالسلاسل. اخفض صوتك، أم تريد أن تنبه صاحب المحراب إلى تقصيري؟ إنه على صلاته منذ أيام طويلة. ما هذا الصوت؟ انظر، إنه نبي الله سليمان. هل أغشي عليه؟ بل مات. يبدو أنه كان ميتا منذ وقت ولا أحد يدري، لولا دابة الأرض التي أكلت عصاه. هل يعني هذا أننا تحررنا من العمل؟ بل قل من العذاب المهين. نحن الآن أحرار، ننطلق إلى أي مكان. هيا هيا. لقد كشف موت النبي الكريم أننا لا شيء، لا نعرف الغيب ولا نفهم حتى ما نراه أمامنا. كشفتنا أصغر الكائنات، دابة الأرض. حمدا لله على سلامتك. هذه أصعب أيام عشتها في حياتي. يفنى كل ما على الأرض ولا يبقى إلا وجه الله. لكنك يا فارسية حققت ما كنت تحلمين به. كيف؟ أردت أن تنبه الجميع إلى أن الغيب في علم الله وحده. بعد الآن لن يجادل مخلوق في هذا الأمر. نعم يا عزيزتي،
الحمد لله، كشفت أنا النملة الصغيرة الحقيقة للجميع. أسقطت دعوى معرفة الجن للغيب، أسقطتها حين أسقطت العصا، ورغم أن فمي لا يكاد يرى، فقد أسدلت به الستار على ملك سليمان العظيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأده. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. أسدلت دابة الأرض الستار على ملك سليمان العريض، وهو ملك شاركت فيه أعظم المخلوقات وأكبرها وأعتاها، وأسدلت عليه الستار أصغر المخلوقات وأبسطها وأدناها. فسبحان من يمنح ويمنع ويؤتي الملك وينزع، وسبحان من جعل لكل شيء بداية وجعل لكل شيء نهاية، سبحانه وتعالى على البداية والنهاية. أنت نملة آكلة الخشب. واضح كل شيء، أنت السبب في سقوطي وتحطم أريكتي. عندما أقف بين يدي الله سوف أكون أضعف حالا من وقفتك على إصبعي. إننا نحن النملة الصغير نعرف بفطرتنا أن الله وحده هو عالم الغيب، فكيف لا يدرك البشر هذه الحقيقة البسيطة؟ دعك من هذه الثرثرة، لو اكتشف سيدنا سليمان أننا توقفنا عن العمل لعذبنا. غصت في الماء وأحضرت اللآلع والمرجان لتزيين التماثيل. السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. أنا يا سيدي نملة، وقعت هنا خطأ، أرجو معذرتك. لو قلت لي أين الباب سأخرج. إياك أن تتوقف لحظة، وإلا ربطك سيدنا سليمان بالسلاسل. يبدو أنه كان ميتا منذ وقت ولا أحد يدري، لولا دابة الأرض التي أكلت عصاه. هذه أصعب أيام عشتها في حياتي. يفنى كل ما على الأرض ولا يبقى إلا وجه الله.